هل يجوز جمع النوايا في ركعتي الطواف، مثلا سنة العصر القبلية وسنة الطواف؟ لا، سنة الطواف لها سبب خاص، وسنة العصر القبلية ما لها سنة. العصر ما لها سنة قبلية ولا بعدية، ما العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولكن يصلي ركعتي الطواف لأن سببها الطواف. وإذا أراد أن يزيد عليها صلوات قبل الإقامة فلا بأس، شيء طيب هذا، زيادة خير. نعم.